سميت نسبة إلى أكمة تقع عنها جنوبا تسمى شقرة، ثم سميت البلد بهذا الاسم. كانت قديما أول ما أنشئت حسب ما روي لنا شفويا أنها أول ما عمر فيها سوق اسمها المدينة، وهي قصبة البلد القديمة. سكانها كما قلنا هم الخليط المتحاب ولله الحمد والشكر، ويعملون بالتجارة وبالزراعة، وتجارتهم مختلفة. تجارتهم كما قال المؤرخون مع الهند ومع العراق والشام ومصر ومع دول الخليج، البحرين يطلق عليها في ذلك الوقت. فالآثار قليلة نوعا ما، منها أسوار الحروب، ومنها الأبراج، أبراج المراقبة في الجبال، لأن شقرة يحيط بها من الجنوب جبل ومن الشمال جبل، وهي في شبه وادي. السلع التجارية التي يتاجرون بها مع الهند هي الخيل، يذهبون بالخيل يبيعونها في الهند، ثم يحضرون التوابل والعود والزري وما أشبهها. يدل على التجارة أو ازدهار التجارة في شقرة أن بها أربعة أسواق: سوق يسمى سوق حليوة للجملة، وفيه السوق الآخر يسمى المجلس، وهذا للتجزئة وللحيوانات الإبل والغنم والبقر والخيل والحمير تباع فيه، ويباع فيه أيضا حطب التدفئة، ويباع فيه أعلاف الحيوانات. يتسع مع صغره لكل هذه السلع. السوق الثالث سوق القطعة، وهو للحوم ومشتقاتها. السوق الرابع سوق صغير يسمى سوق المجباة، ومخصص للنساء ولكبار السن ولفاقد البصر. شقراء تلك المدينة العريقة، وهي عاصمة إقليم الوشم، وهي من المدن القديمة جدا، وقد دلت النصوص والاستنتاجات وما هو مدون في بعض كتب العرب وفيما رصد عن منطقة الوشم واليمامة، فقد مر بها الشاعر الأموي زياد بن موقد حوالي سنة 100 للهجرة، فذكرها في قصيدته الميمية حيث قال: متى أمر على الشقراء معتسفا، خل النقى بمروح لحمها زيف، والوشم قد خرجت منه وقابلها من الثنايا التي أقلها ثرفا. ولعل من أبرز من كتبوا عن شقراء هو ياقوت الحموي في القرن السادس الهجري. أما في العصور الحديثة فنجد أن المؤرخين الذين كتبوا عن نجد قد ذكروها، ومنهم المؤرخ حسين بن غنام في القرن الثاني عشر الهجري، وكذلك المؤرخ ابن بشر في القرن الثالث عشر الهجري في تاريخه عنوان المجد بقوله: إن أهل شقراء كانوا أهل سابقة في الدين، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في نصرة الإسلام والمسلمين، وكانوا أول من بايع الإمام محمد بن سعود. وقد اكتسبت شقراء سمعة علمية، فقد كان رجالها طلبة علم يطلبونه في كافة أرجاء المعمورة، وقد كانت في شقراء مدارس غير نظامية، وهو ما كان يعرف بالكتاتيب، وكانت هذه المدارس تعرف باسم أصحابها، وقد تصل إلى 8 مدارس للبنين و4 للبنات، حتى أمر الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بافتتاح أول مدرسة نظامية في شقراء بتاريخ صفر عام 1360 للهجرة. وكانت مدرسة شقراء 5 مدرسة تفتتح بالمملكة آنذاك، وكان الطلبة الأوائل من الأول إلى 8 على مستوى المملكة جميعهم من مدرسة شقراء. وقد روي أنه لما زار شقراء أحد الرحالة ذكر بأنها تضارع مدن نجد في العلم والمعرفة، كما اشتهرت شقراء أيضا بالتجارة، فقد روى كبار السن أن الدولة العثمانية
في أواخر أيامها وأثناء حروبها في الجزيرة العربية أنها إذا أرادت إبلا أو بضائع مما هو من خصوصيات المنطقة يبعثون من يقوم بالشراء، ومعه رجال وذهب كثير يغطي الحاجة، وذلك لعدم وجود بنوك في ذلك الوقت للتمويل، ويؤكد على رئيسهم بعدم صرف الذهب إلا في شقراء لأنها البلد الذي كسب السمعة التجارية والقدرة على استيعاب ما معهم مهما كان. وفي شقراء أيضا وبعد صرف الذهب يقومون بالشراء ما كلفوا به، وقد كانت شقراء من أهم محطات حجاج الشرق، وربما كان هذا من الأسباب التي جلبت لها مختلف العلوم وزاد من مكانتها التجارية.